أهلا وسهلا، استفتي قلبك ولو أفتوك. ما تصدق حدا. قال الحبيب: تعرفت على واحد رحيلكن، هو كويتي، أول ما إجا عن نيو تي في من زمان ما طلعته معي ولا خليته يكون بالتلفزيون الجديد. شفته من شكله، من كذبه، من حياته، من حركاته، من هيك. لا، ما تصدقوا حدا ولا قواعد الطبخ الميكروبيوتيكي. ترجمي رجمة، بتعرفوا كيف بيترجموا؟ بيترجموا من القاموس. تبولة ترجموها تبولت، يورينيشن. ما بدي ترجمة. كتب مريم منا ترجمة. الله بيستخدمنا وسيلة. خلقت الخلق لأعرف، كنت كنزا مخفيا. وكل الكتب صدقة. في شي 100 كتاب بالعربي وشي 1000 بالإنجليزي، ولازم نعرف لغة الإنجليزي، لغة الدرهم والدولار والدينار. ولكن بدك تطبخ بالأمة العربية، ما بدك كتاب طبخ. ما كان عندهم كتب طبخ أهلنا. كل المطاعم اللي بأمريكا وبرا شرق غرب في تلاقيها ما معي كتاب. يقولوا لي: مريم وين كتابك؟ Where is your book? Look and cook and throw the book. ماشي، مثل ما هلا كلهم فيسبوك فيسلوك، كله سيليكون وميليكون وهيك. فإذا الأم بتطبخ من قلبها للغايب تيحضر، وللصغير تيكبر، وللمريض تيشفى، وكلنا. الميزة طلعت من الأم العربية. قبل ما أنا أحط أكل على السفرة ببعث صحن لجارتي، وجارتي بتبعت لي لإلي، وهديك بتبعت لي، ومنحط كلنا ميزة على السفرة بنوع خاص بسوريا. ما في لبنان، لبنان محافظة سورية. فإذا بدنا نرجع: غذاءكم دواءكم، ودواءكم غذاءكم، وداوني بالتي كانت هي الداء. نصدق الأنبياء، نصدق الحكماء والعلماء يلي ورثتوا الأنبياء. أكلنا بمطعم هون بالكويت مبارح، في حر، ما تحطوا حر. هلأ بالبيت نحن ثلاثة، أحمد ونايف ومريم. هالثلاثة هن، فرجيكم بكرة من هو صغار، أبو ابن روح قدس، الكتاب خير جليس، وهيك طبخ هاي فيك تاكلها بإيدك مثل اللي أكلناه هون، بس بلا حر. بالحر أنا بالليل شفت أحلام بشعة، وعرفت إنه من الأكل المطعم. انتبهوا، نحن مسؤولين عن الأولاد الأربعتاش لحتى الوحدة وعشرين. الأربعتاش المهم تطبخ، بالوحدة وعشرين بصير يساعدنا هو والبابا وحدا وهيك. بعدين ركبتي بأشهده، ركبتي بالنكاح، وانكحوا ما طاب. الحبيب ختمها خلاص. قل 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 أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. كل الخلفاء بالعين، كلهم 63، كلهم شو هالكرم. بدك تكرم الألقاب كرمهم، خاطبوا الناس على قدر عقولهم. ولكن كل عمل عبادة صار إبادة. من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله، أقوى أربع كلمات لا إله إلا الله. ما فيني إلكن إلا إذا بتجوا بتعيشوا معي وبتشوفوا هالكلمة شو عم تعمل فيي وبالبيت وعالطريق. وعالطريق ناس بتشوفون، لا بقى تجربوا تغيرون، لا، السلام عليكم. خلص السلام عليكم 11، واو، عليكم السلام. نحن عدد وعدة نيناتهم، أن ترى الألوهية في كل شيء. خلص أنت بالكويت يعني ما في شيء منه موجود. فتش على الموجود أحلى ما يروح المفقود والموجود. وشو موجود هلأ بعد لحظة قدامك؟ طلع قدامك بتشوف طفل جوعان، طعمين. ما تسألوا جميعنا جوع. أنت مسلم، أنت مسيحي، أنت سني، إذا شو. فإذا ما تصدق كل واحد مترجم كتاب، أو أنا عندي مستشفى هون ومعي شهادة دكتوراه. اليوم عم يعطوك شهادة دكتوراه
على الأونلاين تدفع مصاري. أنا درست بجامعة باستر يونيفرسيتي 12 سنة، عملتهم بست شهور ودفعت على 12. تعجبوا مريم، قلت له حي فيا، هي الإسلام، هي الفطرة، هي محمد وأحمد، هي علي، هو اللي عمل خبز الرز، هو عنده كتب نهج البلاغة وهيك وهيك كلهم. هلا كلهم عم يتعلموا من فوق السبع سنين اللغة العربية لأنها كاشيك ريكوردز. فإذا كل يوم مريم شو عملت لمريم؟ لأم الأرض، لعمتي النخلة، وبعدين لحسن الخاتمة، صورناكم بالأرحام، تعيشوا حياة بسيطة، حذاء، بدلتين، كفن، وبيموت وبيندفن، راجع على البيت. كل الأولاد اللي بتشوفون عندهم أوتيزم ومدري شو كلمات كلماتها، خلال سبعة أيام عشرة أيام حكوا مع أحمد ونايف وشوفوا شو بنعمل. بدها الأم تغير الأكل كله بالبيت، شمعة صغيرة بتضوي عتمة كبيرة. ما في أمراض، في جسد مريض وإنسان مريض. ما بدي اشفي الجسد، بدي اشفي الانسان، ويلي عم يشفي الانسان عم بيحطوه بالحبس في امريكا. بزحطك على موزه هيدا هلا الامريكاني، بدهم يخدموا الصهيوني. بدنا نخدم الشر، بدنا نخدم الشيطان، لا، ادعي له بالخير وما تكون معه. انا معكم مش منكم المسيح. فإذا ما تروح مطرح ابدا لان عنده دكتوراه ودكتور ومدري ابدا. من وقت لوقت في مطاعم هون بتروح بتاكل، وقول له ما بدي حر، جيبوا لي خضره، جيبوا لي هي، جيبوا لي هي، ما بدي اي مواد حيوانيه. جيم هامبل ما اجى للعرب، بدك تكون لك عشر سنين منك ضايق المواد الحيوانيه. تعطي لي ام ام اس، تعطي لي ام ام اس 1 ام ام اس 2 قبل. سؤالات العرب ما فيني اقول لكم شو سخيفه. بدي أنا أبعت له تذكرة تكت طيارة تيجيبه لعنده ويصح، وقال لي أنا بدعي لك بالخير، ادعي الخير لبيك. إذا ما عم فيك تشفي بيك بالدعوة بدك تشفيني إلي؟ قال ادعوني أستجيب، التجاوب responsibility. ما يكون علينا دين لا مادي ولا معنوي قبل أن يجف عرقه وادفع للأجير أجره. شو هالأخلاق؟ فإذا ما تصدق حدا، استفتي قلبك ولو أفتوك، ما أنا إلا بشر مثلكم. وقنت عطشي بيخدني عن نبع عن نهر. إذا معك شتلي زرعة هلأ وقت الساعة، هلأ بتشوف شو عم بصير لأيامي، هو هالعلمات اللي عم نعيشهم. ما تنام وفي ببطنك أكل، هيدا مش غسالة يعني. انت ايه، خلقنا الله بكل عنايه. بس ما تروح على اي مشفى، انعاش انعاش. كل كلمه باللغه العربيه لها الف معنى ومعنى. رب البلاغه، رو اي صفحه اي كتاب للامام علي. تيتا ما تقول امام، هي مزبوط، علي علي. وعلم ادم الاسماء. أنا فاعل مش انفعال. رحمتك وسعت كل شيء. من وجه أفا أيقونة وهيك، لا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شو هالتواضع، شو هالفهم وهالعلم وهالذكاء. فإذا السلام عليكم 11، وعليكم السلام. وكتاب الصوفي هيلينج لحوه بإيدكم كلكم، لمعين الدين الشستي، ويا معين عين.